اجى القطار، انا اتمنى يصيروا للقطار. خلينا نحكي على وضع القطار. القطار الدوره وهاي سكه القطار، ما شاء الله النفايات، وما اعرف البلديه شنو دورها. اتمنى ايضا تشوفون الصوره بعد قليل من الجهه الثانيه، من الجهه الثانيه. كاميرا خاله اضربها عديك. نعم اسحبها. نعم نعم. شوف القاطرة القطار تمر منطقة الدورة. خل اصعد لك احشياك. احشياك اوقف، تقدر توقف لي دقيقة؟ دقيقة، ثواني ثواني. الله يساعدك. شلونك؟ شو اخبارك؟ انا حتى ما اطول، معاناتك بالسكه شنو هاي المعاناه؟ يعني شوف، يعني ويا القاطره، ويا القاطره، ويا القاطره، يعني هسه يعني حديده طالعه ضربتها زين. ذاك اليوم يخلون سيارات بين الاشجار، بين الاشجار، بحيث ما يبين كل شيء، كل شيء ما يبين. ضربتها، يقول لي يصورني. ايه؟ يصورني ويقول لي اوقف. ادري هاي محرمات، يعني هسه احنا جاي نشوف النفاق. يقول لي زين من يصلح لي؟ قلت له شو اصلح لك؟ كان بربك السياره. يعني شنو المخطط علي؟ يعني مخليها بالضبط جوا هاي الشدره، بحيث ما زين زين. يعني ما وعدت هيك هسه شلون مثل كل شيء ما زين. على من تقع المسؤوليه انه تهيئ لك هاي الاجواء وتهيئ لك انه طريقك سالك يكون؟ يعني هو المعاناه غير المفروض، يعني هسه البلديه جاي اشوف النفايات موجوده. يا نفايات يا سيامه يا هاي. نعم هاك. هاي بعد اثارها. اسلاك شائكه يخلوهن على السكه، ننزل لازم نوخرهن على صفحه. يعني معاناه، شو اقول لك؟ معاناه معاناه. الله يعينكم وتحياتي لكل موظفي السكك، والله يحفظك، الله يسلمك، الله يخليك. هذا الواقع، والله يعينك يا سائق القطار، الله يعينك يا سائق القطار.